السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي. اليوم راح جيت راح نحكي لكم على التجربة تاعي مع موقع علي اكسبريس. جبت من عندهم منتوج، شريت من عندهم قبل ولحقوا لي المنتوجات تاعهم، وعلى على ذكر المنتوجات، يعني لحقتني منتوجات لاباس بها، ما فيها حتى مشكل. وعجبني حاجة أخرى، التغليف اللي يعطوهولنا في موقع علي اكسبريس، يعني يغلفها لك بطريقة انه بإذن الله المنتوج يجيك سليم، ما بيه حتى حاجه. اول حاجه نقول لكم، بون، الناس بزاف ما يثقوش في موقع علي اكسبريس، ولكن موقع علي اكسبريس انا لاحظت هو الاسرع في تسليم المواقع الصينيه، هو الاسرع في تسليم المنتوجات تاعو. يعني تخيلوا انايا من الجزائر جبتو هذا المنتوج من لاشين، دومونديتو في حوالي ما عارف قبل، لحقني في حوالي 21 يوم. يعني سرعة، يعني بال بال بال, بال, بال كما نقولوا بالماشي بال ماشي بالدياشال ولا الفودوكس ولا بلاخر، عبر لابوست، عبر البريد برق فقط، لحقني في 21 يوم. حسابات، يعني شكرا على هذه السرعة، فعلا يعني ما توقعت انه يلحقه لي في هذا الوقت القياسي. مو انا وجبت في هذا المنتوج، جبت انايا كيما نقولوا سموها ديجيتال خاص بحاسوب ازيس، جاي فيه ديجيتال صغير، دوك نوري لكم الشكل تاعو. هذا هو هذا الحاسوب. صرا لي عنده مشكلة، بون، صارت لي مشكلة انه الزجاج الخاص بالاخر تكسر هنايا، ما نعرف اسكو تبان ولا ما تبانش. مهم تكسر لي وما لقيتش الزجاج تاعو. رحت سقسيت في الجي، قالوا لي 1.5 مليون. قلت لهم مش اني 1.5 مليون، هو السعر تاعو ما يفوت 2 ملايين. كيف تقول لي انا غير ديجيتال مش حتى في شور 1.5 مليون؟ يعني شويه احتيال بزاف. مو هذا الديجيتال تاعو جبته حوالي 14 اورو، يعني حوالي 300 الف فقط. 300 الف جبت هذا الديجيتال، وان شاء الله يكون لاباس به. بون نفتحوه. بون التغليف شويه قاسي، من شعر حتى كفاه مغلف، يعني نحو هذا انا خايف نعدو نجرحو في كلش، كفاه مغلف والله ماني عارف يعني. ما ايه بون الفوق هذه هي التغليف هنا. هنايا ها هي، شوف هذا هو. المهم هذه هي هنايا، شوف كيف مغلف، يعني ما تحير كيف غلفوه والله. يعني بارك الله فيهم على التغليف هذا، باش تلحق لك السلعة تاعك سليمة، ما يكون فيها حتى مشكل بإذن الله. هذا هو، شوفوا واش عطاوني مع هاد الاخر. انا دومونديت غير باش طلع، عطاوني الحوايج كاع اللي نحتاجهم باش نفتح الديجيتال ونبدلو مع الحكاية تاع النيتواياج. هادو هما، شوفوا السعر تاعو كيما قلت لكم حوالي 14 اورو، يعني حوالي 300 الف فقط بالدراهم الجزائرية، اون ماشي نوار يعني. وهاي كيفاش نحيه، هذا شكر والله ما نعرف واش ني. after received the good then the production management working if you the product is okay please give me 5 ستار. اوكي قال لك شغل الا لقيت المنتوج مليح اعطيني 5 نجوم، يعني ان شاء الله نعطيك 5 نجوم ان شاء الله. الله يعجبني التغليف تاعك، الله يبارك. بوه المنتوج هذا شوف مغلفه لك بطريقه، يعني ايش نقول لك. ندوروا على ربع جوايه، شوف وفوق هذا مازال الداخل، هذا هو. شوف بالنسبة للديجيتال هذا،
انا عارف اللي هو زيد بابا، لكن فيه غلاف على حسن ظني، مغلف بالبلاستيك. بالنسبة لهذا الموقع والله ننصحكم به، مع انه ما يتعاملش مع باي بال، ولكن النتوجة تاعو مليحة بزاف بزاف، والبريات الله يبارك تلحقنا بزاف. هي هذا واش كاين، ومن بعد نركبوه الاخر. الى حبيت ندير لكم فيديو كيفاه يركب حطوا لي في لي كومونتير. هذه هي نلحق الى نهايه الفيديو. بون اذا بيا ديروا لي لايك اذا عجبكم الفيديو، اذا ما عجبكمش الفيديو عجبكم المجهود حطوا لي ثاني لايك. واذا كنت جديد في القناه ماذا بيا تشترك في القناه وتكون مع مجموعه نفطيتك ان شاء الله. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.